ثم قال الحسين: ثقلتك أمك يا حور، يعني فقدتك أمك. قال: لو قالها غيره لما عدوت أمه عن الذاك، لكن ماذا أقول وأمك فاطمة الزهراء. هذا واحد يقدر الزهراء. وأكو شيء ثاني شنو؟ خل أقرأ بيت وأعود. بانت أناملها وأخذ صوته وضربها وحط قوته على الباب يا شيعة وعصره. من زمان ما بكينا عليك ام الحسن. قمت للباب لكن ما علي حجاب، حسبي يا من لذت خلف الباب، عصرني والدليل انصار. شقول أمك الزهرة شقول؟ أبا عبد الله أسلك طريقا لا يرجعك إلى المدينة ولا يأخذك إلى الكوفة. قال أصحابي: من يدل الطريق على غير الجاد؟ قال الطرماح بن عدي: أنا يا أبا عبد الله، ولكن عندي شيء. ما هو؟ قال: أريد أن أمسك زمام ناقة زينب. أبو فاضل ترضى لي يمسك زمام الناقة؟ فاضل قال: لا أقبل حتى أمسك معه الزمام أنا وياه. يلا زينب مرتاعة والبنات مرتاعات، يلا وياي. ها يا ناقتي لا تجزعي وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر آل رسول الله آل الفخر. يلا شيل ايدك اذا عندك مريض ومحتاج ادعو. يا مالك النفع مع أيد حسينا سيده في الناس على اللعينين سليل يصاق. لانت ظهور النياق امتدت خطواتها وإذ بالهاتف من السماء: يا زينب الطهري وبين ايش عندك؟ ألا استعدي لصياط الزين. عيد عيد برحمة والديك. يا زينب الطهري ألا استعدي للصيام بينما الصبط بأهله مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير. إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت ساعة إذ وقف المهر الذي أصحابي ماذا تسمى هذه الأرض؟
قالوا الغاضريات، هل لها اسم غير هذا؟ قال نينوى، هل لها اسم غير هذا؟ قالوا العاقرة، قال أعوذ بالله من العاقرة، هل لها اسم غير هذا؟ سكتوا بأجمعهم، ثم تنفسوا الصعداء وقالوا هذا. قل له قل له وصل لي كربلاء هذا. فقال كرب وبلا حطوا ولا ترحلوا. يلا كل عبارة أقولها تقول يا حسين. هنا تذبح رجالنا يا، هنا تحرق خيامنا، هنا يذبح العباس، هنا يذبح الرضيع، هنا يصيبني الحجار، هنا يصيبني المثلث، هنا يصعد شمر على صدري. بعد باقي صرخة عليكم. هنا تسبى زينب، هنا تضرب زينب، هنا تحرق خيام زينب. وزينب على الناقة، جاء العباس قال أختا لقد وصلنا كربلاء، انزلي. تقول الرواية نزلت من على الناقة، أول ما وضعت قدمها على أرض كربلاء خفق قلبها وصاحت ثلاثا: حسين، جاء لها الإمام مسرعا. الآن خطيب ثاني راح يقرأ لك. منه الخطيب؟ أمير المؤمنين. قال لها زينب: أجلسي أجلسي لأحدثك بحديث. قال: أعلمي ونحن راجعين من صفين مررنا على هذه الأرض، فنام أبي علي في حجر أخي الحسن، ثم انتبه مذعورا وهو ينادي: صبرا صبرا يا حسين، صبرا صبرا يا حسين. يقول قال للحسن: شنو أبا؟ قال له: لقد رأيت هذا الوادي بحرا من الدم، وأخوك الحسين يغرق فيه. الأكبر عثر مطرح يخت عيونك تشوف، وجاسم عثر مرمي بدال العرس والحب، واخوك على النهر نايم يما مقطعت، وعبد الله الطفل يختي ابدا من احراه مطوقين يا اختي، وسهم المثلث ابدا اللالي تشق يا اختي، الشمر لا شفتي بعدي ولا شو يسوي. تراه يقطع بنحري ويتربع على، وانا قايل لك اختم لك بزينب. نزلت بكل جلاله بكل هيبه، لكن اسالك شلون طلعت من كربلاء زينب؟ لا تقول ما عندك مروه، ولا تقول ضيعت الاخوه، انا ما خذتني حسين، تقعد وشوف الشمس. اقول يا ابو فاضل سطع علمتوني تلو،
ساط على